الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. إخوان مولاي السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا كاملين بخير، تشوفوا بيناتكم وخيراتكم. إخوان اللي تلتحقوا القناة أول مرة، ما ينساش دير اشتراك، يفعل الجرس ويحاول يبارطاج الفيديو. اللي عجبته الفيديو يدير لايك وخلي واحد الكومنتير، واللي ما عجبتوش يدير لايك حتى هو ويخلي كومنتير كالعادة. المهم تبارك الله الإخوان كاملين، باقي ما تنعرفش نصور او ميم طون بدل الكاميرا وما عليناش. اخوان احنا اليوم راه كاين اول كونكور ديال الكناري المالينوا، واخا راه كما عرفتوا كما شفتوا في فيديوهات اننا راه المالينوا راه درنا فيه بوز، دونك هاد العام راه اصلا غنصيفطوا غير الطويرات ديال العام اللي فات، يعني 2018 كاين طير واحد ل 2019، وهذاك غيبقى حتى لو فرانكو بلج ان شاء الله، لان الطيور غنخليهم عند واحد السيد بلاص ما بقى ندير لي زالي ختور. كما نتوما عارفين انا الكلوب ديالي دونك في الشمال ديال فرنسا في ليل، كاين كلوب هنايا حدا في باري، ولكن حتى هي تتبقى القضيه بعيده، خاصك واحد ساعتين ديال الطريق باش تمشي. دونك انا قلت نمشي ونحط الطيرات كاملين عند السيد، دونك نخلي لي ربعه الطيور، ثلاثه غيمشيو للشامبيونات فرنسا ان شاء الله، وهاد ثلاثه بيهم زائد هذاك الشنبور كما تقولوا ديال 2019 هذوك غيمشيو للفرانكو بلج، لان الشنبور باقي غير تي يغازو يونكور، دونك راه باقي ما صفاش الكلام ديالو، اذا ما كاين كي نديروا الاخوان. دونك من هاد المنبر تحيه بالخصوص الاستاذ ديالنا سي محمد السودي. سي محمد السودي راه كنت ناوي نضرب عنده طليله اليوم ان شاء الله، هادشي اللي كان داخل في البروغرام ساعه ما كتبش الله، كنت عيطت له هذه جوج الاسابيع باش نقول ليه راه ما قدرش ندوز ساعه ما جاوبش. المهم خصني نعاود نعيط له اليوم ان شاء الله باش نضبط مع الامور. دونك هذا ما كان، نخلي اليوم ولا حتى ندير فيديو اخر لان عنده الحمام، حنا دابا غراتنا اليوم في هذه المشيه بالخصوص هو الحمام، بحال اللي قلتو دايرين السبه غير بالطيور وصافي. المهم راه كنتو متبعين راه تفهموا في الفيديو الاخر اللي عيجي واللي عيد ويا الحمام، واللي حتى هو غادي تشوفوني تنسوق فيه بالليل بحال هكا، لان انا غير غنوقف دابا. دونك هذا الفيديو راه باقي الكماله ديالو ان شاء الله، اللي غتشوفوا فيه حتى نوصلوا للبلاصه ديال لوجمون ديال الطيرات، واخا ما بقاش بزاف. وعندي فيديو اخر عنده فيه حتى هو على الحمام، وعنديرو فيه بلوزيغ بارتي ان شاء الله. المهم تبارك الله الاخوان، توت ا لور، السلام عليكم. نوت بريزيدون ميشيل monsieur monsieur بلانشي، باردون باردون اكسكوزي موي monsieur بلانشي، تو لا جي تو لا سيدي monsieur بلانشي. Il est en train de travailler. 53-54. C'est un peu trop vert là, hein. Ça passe pas ça. Hein. Pardon? Il y a un peu de panaché là-dedans. Il est exclu. Je rigole. 55-56. Les oiseaux, pardon. 55-56. La préparation. Ah, tu vas arrêter les canaries? Oui, j'arrête. Tu fais des pigeons là. Ouais, je trouve que les canaries c'est trop facile. C'est des pigeons royales? Oui. Qui vont loin? Allez, Erwan, عدna. وانت ما تشوف النهار قرب يسالي وباقي كاع ما وصلنا للدار. المهم راك شفتوا مع الصباح شنو وقع، كنا غاديين الحمد لله ريكوبيريت les fiches de champ. Donc les طيرات راه الحمد لله خدموا معنا مزيان، دونك شي ما خصناش نديروه في الطوموبيل. الطير جايب 93 بوان، 93 نقطة، الطير جايب 60 نقطة. سلاك، وهذا نخلي لكم هو الاخر. طاير جايب 96 نقطة، عاود تاني 5 في الكلوك، طاير 75 نقطة، وليد ما غناش،
الطير جايب عاوتاني 93 نقطة، الطير 84 نقطة، الطير اخر 96 نقطة، ولكن 90 تمشي للخيم، واخرهم 120 نقطة، 7 في الكلوك، 7 في الكلوك، 4 في البول، 2 في الرول، 3 في الكنور، 4 في ستالتونين، و 4 في الفلوت. دونك الحمد لله لوبجيكتيف راه وصلنا كما كنتو عاقلين وكما دوينا عليها شحال من مره. قلنا الاخوان انه واخا درنا بوز يعني نسينا الطويراج هذا العام، راه ما كرهناش على الاقل 6 في الكلوك مينيموم، لان ذاك العام خرجوا بزاف ديال الربعه وبزاف ديال الخمساوات، يمكن 6 راه خرج فيهم شي طاير ولا جوج. دونك لوبجيكتيف كنا ناويين عليه هي 6، الحمد لله كاين طاير فيه 7. هذا الشيء راجع بالخصوص الاخوان الله عز وجل، ثم راجع المجهود ديال محمد السودي، لان ديجا لي متر شونتور خدمنا كما عقلتوا بالطويرات ديال محمد السودي، ولي الفاج راه خدمنا بالطويرات ديال محمد السودي. دونك اذكر اللي ضرب 120.7 في الكلوك راه وليد ديال ما عقلتش واش 66 ولا 45 اللي كنتي تسمع اسم محمد 66 ولا 45، ما عقلتش انه واحد فيهم. وما نقدرش نقول لكم ان شاء الله ملي نوصل الدار شكون هو باه، علاش؟ لان البيس اللي في البيديغريات راه ترسات ليه ليكرون، دونك راه ما كاين بيديغريات. هاد القضيه راه عارفين اصحاب الناس اللي تتولع معانا في الحمام، عارفين ان شحال من واحد يقول لي صيفط لي البيديغري ديال هادي صيفط هادي، قلت لكم كلشي ما كاينش هاد الساعه ديال البوز في البيديغريات. دونك هذا ما كان الاخوان، الحمد لله ما درناش لا لو روتور غراتويتمون، تكرفصنا شويه ولكن قاعدين الغراض. دونك 7 في الكلوك 120 بوين، ما عرفت ما نقول لكم والله، ما عرفت ما نقول لكم ان العيا وخصني نشرب واحد الدواء ضرني راسي من عس والو. المهم هذا ما كان، احنا الموسم ديال باقي الو، وقع مشكل في انني ما تفاهمتش مع البريزيدون ديالنا، يعني انا ملي كتعيط ليه قلت ليه هما كاين دابا جوج لي شامبيونات دي فرونس هذا العام، كاين شامبيونات ديال اليو اف وديال اف اف او. انا ملي عيطت ليه قال لي راه غنصيفطو اليو اف وما غنصيفطوش الاف اف او، دونك انا نتقيد في اليو اف. اليو اف تاع الشامبيونات دي فرونس تقيد فيهم بوحدك، دونك كاع ما تحتاج الكلوب ديالك تتقيد وتتصيفط الفلوس باغ شيك، وتتحتاج للكلوب غير باش تهز الطويرات ديالك. دونك دابا ملي جيت تندو معاه قلت ليه اليو اف راه ما بغيتش بلا ما ديروا ليا البالماريس، بالماريس يعني تي امبري تيديروا لامبري تيعطوك الريزولطا في وراقي. قلت لهم انا الريزولطا تيخرج في الانترنيت بلا ما تحسب ليا 2.50 25 درهم، انا نامبريمي عندي في الدار ماشي مشكل. قال لي لا راه اليو اف حنا ما غنصيفطوش ليه. قلت ليه واصدقنا ما هي ماشي مشكل، انا عندي زي ناقص. دونك لي شامبيون انا ما غنصيفطش ليهم. دونك اشنو بقى؟ بقاو جوج لي كونكور ان شاء الله، بقى الريجيونال هنايا ديال لا ريجيون ديال ليل، هذاك حتى هو راه قيد فيه 4 طويرات، وفي الفرونكو بيلج كما تنقولوا ديما كما قلت لكم عاوتاني داك العام من الاخوان اللي متبعين، الفرونكو بيلج راه هو واحد الكونكور تيدار ما بين الموالي ديال فرنسا والموالي ديال بلجيكا بين قوسين. تحيه لكاع الناس اللي تيقول لك ان المالينو ديال فرنسا ما ساويش، مع العلم ان كما ديما تنقولوها راه لا باز ديال بزاف ديال الموالي عندنا هنا في فرنسا، تمشي للبيديغريات تلقى لا باز كلها بلجيكي. من بعد واش المولوع الفرنسي تيعرف يخدم الطويرات هذيك حاجه اخرى. المهم لاسوش راه بلجيكا تلقى. دونك الفرانكو بيلج عام تيدار في فرنسا، عام تيدار في بلجيكا، عام في فرنسا، عام في بلجيكا. العام اللي فات راه دار عندنا في فرنسا، دونك هذا العام راه يديروه في بلجيكا ان شاء الله. هذاك حتى هو صيفط لي 4 طويرات، لا سخر فيهم الله علاش مرحبا. مول 120 بوان رجعته معايا ما خليتوش هذاك. دونك هذه هي خلاصه القول وخلاصه الموسم.
اختصار بحال والو نقدر ما نديرش لكم كاع فيديو على لي دو كونكور اللي باقيين لان صافي ما كما قلنا ما بقى عندنا من نبرهنوا في هذه الولايه وما نحتاجوش اصلا اننا نبرهنوا والناس اللي تتفهم في المالين ورا ملي تسمعوا ملي تسمع المولوع ان السي محمد السودي تفوبر علينا بشي طويرات في المستوى راه ما بقى ما نبرهن اش فهمتوا يعني راه حنا خدامين الحمد لله بالطوب ديال الطيور اللي كاينين دونك اوكلي الحديث بقيه غنقطع الفيديو غندير فيديو اخر على الحمام وتبارك الله عليكم كاملين الله يسهل الامور الاخوان كاملين نتمنوا من الله السياسي حتى هو يخرجوا لي الطويرات بكري يخرجوا لي الغناء لان حتى انا راه عندي شي طويرات ما شفتهمش ديال 2019 اللي باقي ما سرحوش الهضره دونك هذه التفريخة الاخيره تقريبا لكن ما عرفت انا راه حتى الاخر ديال الموسم وقلنا اجي ونطلع عليهم شويه دونك هذيك التفريخة الاخيره ديال شهر 4 شهر 5 حاليا راه ما كاين يعني ما مسرحينش الهضره والو دونك هذا ما كان الاخوان الله يسهل الامور على الجميع موسم مسابقات ديال المسابقات موفق للجميع كاملين وتبارك الله عليكم السلام عليكم.